بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لما أنت جالس؟ لأنني لا أجرؤ على النظر في عيني أبي في وضح النهار. علينا أن نصبر حتى تغيب الشمس، فعسى أن يستر الليل شيئا من قبح ما فعلناه في النهار. لا نحن نرى وجه أبينا المفجوع في أحب أولاده إليه، ولا هو يرى وجوهنا الكاذبة التي تتصنع الحزن. أنت محق، فما أصعب مواجهة أبينا.
لا يسعنا أن نحمل هذا القميص إلى أبينا وهو على حاله. سوف يسألنا أين هي أثار الدماء إذا كان الذئب قد فتك بيوسف. سيعودون بإذن الله. كان دأبهم دوما أن يرجع مساء وقبل أن تغيب شمس النهار. لقد تأخروا اليوم. لا شك في أنهم مستغرقون في اللهو والمرح مع يوسف وفاتهم الوقت. يهوذا، أين يوسف؟ أين هو؟ يوسف عن البكاء. يهوذا، شمعون، روبين، أنا أتحدث إليكم. أسكتوا قليلا. إذا حل بأبينا مكروه ما. أبي جلبت بعض الماء. ما الذي أصنع يوسف؟ سقط مغشيا عليه. يوسف أبي تحل بالصبر يا نبي الله. قم يا نبي الله. يهوذا، ماذا جرى؟ أين هو يوسف؟ ماذا حصل يا لهو؟ ما الذي أصاب يوسف؟ لماذا لا تقولون شيئا؟ أقسم بالله تعالى إن حزننا يضاهي حزنكم وحزن أبينا. ليتنا متنا قبل أن نرجع ونقف هذا الموقف معكم. قولوا شيئا. في الواقع إن سماع كلامنا يستلزم قلبا من صخر، فكيف عسانا أن نتكلم؟ أنا مستعد لتلقف أي خبر تنقلونه إلي.
أي مصيبة نزلت على رأس ولدي يوسف؟ أنا وإخوتي لا نعلم تفاصيل ما جرى، صدقني، لأننا كنا غائبين حين وقعت الفاجعة. ذهبنا نتسابق ونلعب فابتعدنا وغفلنا عن يوسف ساعة من الزمن، وعندما تنبهنا إلى بعد المسافة بيننا وبين يوسف كان قد انقضى شطر من النهار. ولأن يوسف كان قاصرا عن مجاراتنا في الركض واللعب، قررنا أن نستبقيه عند متاعنا وثيابنا. ولما أسرعنا بالعودة إلى يوسف وجدناه أثرا بعد عين. وجدنا المتاع والثياب، أما يوسف فلا. عثرنا على قميصه الملطخ بالدم. يوسف حبيبي، حبيبي. لم يتبقى دون من أعضاء ولد يوسف حتى أدرف عليه الدمع أو أواريه التراب وأبني عليه مزارا يذكرني به. اجتهدنا في البحث عنه، لكننا لم نعثر على غير هذا القميص. لقد أكلته الذئاب. هذا ما حصل أبي، هذا ما حصل، هذا ما حصل. يهودا يقول الحقيقة. يوسف، أي والله هذا قميص قرة عين يوسف. أنا أشم رائحة توفي. أبي، هل أنت بخير أبي؟ يوسف. جريمة اقترفوها. كيف سأعتذر لأختي رحيل؟ لقد استودعتني أختي ولديها. ألا لعنة الله على الذئاب التي فتكت بك؟ كيف سأصبر على نار فراقك يا يوسف؟ هل كان ولدي يوسف يرتدي هذا القميص عندما هاجمته تلك الذئاب؟ بلى. يا له من ذئب حنون، ذاك الذي فتك بولدي. لقد مزق جسده من غير أن يمزق قميصه. هذا تعبير الرؤيا التي رآها نبي الله، الرؤيا التي فيها عشرة ذئاب تطارد ولدا تريد أن تقتله. لا لا، ولدي يوسف لم ينله مكروه من الذئاب، دليلي على ذلك هذا القميص. يهوذا، إذا كان الذئب قد فتك بيوسف فلما لم يتمزق القميص؟ لماذا سلم القميص؟ نحن لم نفطن لهذا الأمر إلا الساعة. يا للغرابة، كيف بقي القميص سالما؟ أنتم على حق، كيف يعقل أن يحدث هذا؟ ما الذي جرى هناك يا شمعون؟ أخبرني بالحقيقة. نحن أيضا لا نعرف أمي، إن هذا شيء عجيب. لست أعرف حقيقة ما جرى ولا الذي صنعتموه بولدي، لكنني على يقين من عند ربي أنكم أطعتم أنفسكم الأمارة. لقد سولت لكم أنفسكم ارتكاب هذا الفعل وزينته في أعينكم،
ولا ريب عندي أن الشيطان كان ظاهرا لكم في ذلك. نحن أيضا مثلكم لا نعرف حقيقة ما جرى. لا يعد هذا تقصيرا ولا ذنبا. لقد كنتم ما أؤتمنتم عليه، وجب عليكم أن تحرسوه كأنفسكم. أغربوا عني هذه الليلة وعثروا على يوسف وأعيدوه إلينا. أمي، لقد اجتهدنا في البحث ولم نعثر على يوسف، فأين عسانا نفتش؟ اصنعوا ما قلته لكم، عليكم أن تعيدوه إلينا هذه الليلة. فلنذهب، فلنذهب، علينا أن نرسم خطة للعثور على يوسف. أرأيتم أي جريمة اقترفت أيديكم يا بني إسرائيل؟ الذنب ذنبك. لو أننا قتلنا يوسف وجئناهم ببعض بدنه لما أثاروا كل هذه الجلبة. لم يفت الأوان بعد، ما زال بمقدورنا أن نفعل ذلك. لقد أخطأت حتى الآن في مجاراتكم بما فعلتموه، لكنني أعدكم بأنني سأفضح أمركم إن حركتم ساكنا. لا بأس عليك، لا بأس. قل لنا ماذا نفعل. ترى أن أبانا لا يصدق. هذا من نافل القول، فأبونا لا يخدع بهذه السهولة. عليكم أولا أن تعرضوا بالتمام عن قتل يوسف. اذهبوا وبالغوا بالكذب والخداع، فعسى أن يصدق أبوكم روايتكم. السلام على يوسف النبي، السلام على وارث نوح النبي، السلام على وارث إبراهيم الخليل، السلام على وارث آدم، السلام على وارث نوح النبي، السلام على وارث إبراهيم الخليل، السلام على وارث آدم، السلام على وارث إسحاق، السلام على وارث نوح النبي، السلام على وارث إبراهيم الخليل، السلام على وارث إسحاق ويعقوب النبيين، السلام على وارث آدم، السلام على وارث نوح النبي، السلام على وارث إبراهيم الخليل، السلام على وارث إسحاق ويعقوب النبيين، السلام على يوسف الصديق. السلام عليكم. من أنت؟ أنا رسول الله الأحد إليك، أنا المأمور بملازمتك ومؤانستك. إخوتي ألقوا بي في هذا الجب وغادروا، نهروني وأبرحوني ضرباً. أعلم، لكن جراحاتك التأمت بإذن الله سبحانه وتعالى. وهل تراها ستلتئم الجراحات التي في قلبي؟ لقد ظلمني أبناء أبي. هل تريد لهم أن يعاقبوا إذن؟ لا لا، فهم إخوتي من أبي، ولكن ما هو سر عداوتهم الشديدة لي؟ أتراني أذيتهم أو أسأت إليهم؟ لقد أرسى إخوتك دعائم العداوة. إن الظلم الذي لحق بك وبأبيك على أيدي أبناء إسرائيل سيجري على أيدي أبنائهم بحق الآتين من الأنبياء. سيؤذون أنبياء كثيرين وسيقتلون منهم عددا غير قليل، ولن يكون أي من الأنبياء بمنأى عن شرورهم. أنا قلق على إخوتي، لابد أن يتوبوا إلى الله.
ستحثهم على أن يتوبوا من ذنوبهم في يوم لا أخاله بعيدا. سوف تكون سيدا على إخوتك وتحذرهم من عاقبة أمرهم. لا تتركني وحيدا هنا، فالخوف يتملكني في قعر الجب. يوسف، عليك أن تألف الشدة، وإياك أن تنسى، لن ينال يوسف عزا ساميا ومقاما رفيعا إلا إذا ألقي في البئر. بشرني أبي بالرسالة والنبوة، فمتى سيحين أوان تحقق الوعد؟ هذا المكان في الظاهر قعر بئر، لكن باطنه رحمة من الله، وأوان تحقق هذا الوعد ليس ببعيد. واعلم أن الله يا يوسف خلقك لتكون نبيا على عرش لا عبدا في بئر. واعلم أيضا يا يوسف أن الله خلقك واحتباك لتكون ملكا نبيا. أين أنت يا رسول الله الأحد؟ أين ذهبت؟ لكنني لا أعرف أي مصيبة نزلت به، لا أعرف، لا أعرف. الويل لنا، إننا أرذال ومنافقون متلونون، أنتم مخادعون وماكرون يا بني إسرائيل. افتح الباب يا أبي، أعلم أنك لا تصدق شيئا مما نقول، لكننا نقسم بالله الأحد وبجميع المقدسين أننا لم نحدثك بغير الحقيقة، الحقيقة. صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، وهو نعم المعين في هذه المحنة. لن أغفر لكم من اليوم وحتى يكشف النقاب عما نزل بولدي. أنا لم أعد قادرا على تحمل ما يعانيه أبونا، سأذهب لأنقذ يوسف وأعيده إلى أبيه. عودة يوسف إلى الديار تعني لعنة الأب، تعني الفضيحة، تعني أن ينكشف أمرنا. هل تعي ما ترمي إليه؟ لكنني عزمت على الأمر ولن أتراجع، وليس بمقدوركم أن تمنعوني عن ذلك. لا أستبعد أنكم قد تقتلون أبي إن اضطررتم فضلا عني أنا. سيدي يعقوب،
أين والدكم؟ ماذا تريدون؟ لا أود أن أرى أحدا منكم. نحن أبناء مدينة كنعان. أنا هو يكين. افتح. سلام الله على يعقوب النبي. وعليك السلام يا شيخ. لقد جئنا لمواساتك ومساعدتك يا نبي الله، فلا تزهد بنا إن كنا نستطيع المساعدة. ما زلت أجهل إن كان ولدي يوسف ميتا أو حيا. يقول أبنائي إن الذئب قد أكله، لكن هذا ليس صحيحا، ومع ذلك أجهل المصيبة التي حلت به. دعك من القلق، إن كان حيا فسنعثر عليه، سنفتش الصحراء شبرا شبرا. عليكم أن تصبروا حتى الفجر، فالبحث عنه أيسر ما يكون في النهار. كلا، سيكون قد فات الأوان، باشروا بالبحث عنه الليلة ومنذ الآن. ولكننا فتشنا عليه في كل مكان. فتشتم أرجاء المرعى. أجل، فتشناه شبرا شبرا، بحثنا عنه ولكننا لم نعثر عليه. سنعود من جديد، نحن الآن أكثر عددا ولربما عثرنا عليه. يبدو لي أنكم زاهدون في البحث عن أخيكم. لا لا، سنفتش عليه إن أردتم ذلك. أحضري لي ثيابي فورا. سنسلك طريق مغارة الخليل. سنأتي معكم أيضا. لا حاجة لذلك، الدنيا أبقينا في البيت. ولكن ما الذي سيحصل إذا أفلحوا في العثور على يوسف؟ حينها سنحرم من عفو أبينا طوال حياتنا. أرى أن ننقذ يوسف ونعيده إلى أبينا، ثم نسأله أن يغفر لنا وننهي الأمر. وماذا عن خلافة أبينا ووراثته؟ ماذا عن حبه لنا وعطفه علينا؟ بعد ذلك سيأنف أبونا منا، صدقني. والدنا يعقوب لا يعبأ بنا أبداً. هذا شيء مؤقت، تعاقب الأيام كفيل بأن ينسيه ذكر يوسف، وحينها سيقبل علينا نحن. ماذا لو عثروا على يوسف الليلة؟ لن يفعلوا. هل نسيت أننا اقتضنا يوسف من المرعى إلى مكان بعيد حيث البئر؟ وقوفنا لن يجدي نفعا، فلنذهب، فلنذهب ونختلط بالناس. يوسف، يوسف، Thank you.
أبي أبي لقد جاءوا. السلام على نبي الله. وعليكم السلام. لقد فتشنا أرجاء المرعى، قلبناه حجرا حجرا وصخرة صخرة من غير أن نعثر عليه. يوسف بني، تعقبنا آثار القطيع حتى سهل البئر المالحة، سنبحث مجددا. نحن أيضا أخفقنا في العثور عليه. خذوا قسطا من الراحة وسأنطلق معكم بنفسي. لا ريب عندي أنهم سيعثرون على يوسف اليوم، فأي عذر سنقدم لأبينا؟ لم يعثروا عليه بعد، أرى أن نخرج معهم ونراقب ما يفعلون عن قرب. السلام على وارث آدم، السلام على وارث نوح النبي، السلام على وارث إبراهيم الخليل. إلى أين ذهبت يا صديقي؟ جفاني النوم من شدة الخوف. حري بيوسف أن يخشوشن ويألف القسوة حتى يشتد عوده وتسمو نفسه. وهل على يوسف أن يبقى في قعر هذه البئر حتى يشتد عوده وتسمو نفسه؟ إن يوسف كحبة الزرع لا تنبت ولا تثمر إلى أن توار في جوف الأرض. يوسف كحبة زرع توار في جوف الأرض، تنمو وتتحرر من قيد التراب. أتعني أنني سأخرج ذات يوم من قعر هذا الجب؟ عم قريب، لقد جئت حاملا إليك بشرى الخلاص. أبي يقول إن الدنيا عند المؤمن بمنزلة البئر المظلمة. إذن فالأمر سيان عندك يا يوسف، أن تكون خارج البئر أو داخلها. ضاق صدري شوقا للقاء أبي. إذا كنت قد فارقت يا يوسف أباك يعقوب، فإن حبيبك الفرد ها هنا من حولك. مسكين أبي، ما الذي يجري عليه؟
يجري عليه ما يجري على من كان حديث عهد بفقدان حبيبه. لقد جئت حاملا إليك بشرى الخلاص. ثمة بئر ماء مالح على مقربة من تلك الشجرة، ألن تفتش ذلك المكان؟ أعرف، لكن لا أحد يسوق قطيع أغنامه ناحية بئر ماء مالح. هيا. لم يتجهوا ناحية البئر بعد. يوسف طيب المنبت، ألا يود أن ينام؟ لم أنم البارحة، أشعر أن النعاس يغلبني. نم. لله الواحد الأحد في خلقه شؤون، لا يجوز أن تبقى مستيقظا. ليس هذا أوان يقظتك يا يوسف، نم هانئا. لقد فتشنا في كل مكان، فلماذا لا نفتش داخل البئر؟ إنه ولد ولعله سقط بداخلها وهو يلعب. يوسف! 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 تبدو عميقة جدا، أعجز عن رؤية قعرها. لقد قدر لك الله الأحد شيئاً آخر يا يوسف، لا ينبغي لك أن تستفيق من نومك وأن تعود إلى أحضان أبيك يعقوب النبي. الحمد لله، لم يعثروا عليه. ما الذي أصاب يوسف؟ لما لم يرد عليهم؟ لعله... الويل لكم إذا كان يوسف قد أصيب بمكروه. يجب أن تدفعوا ثمن جريمتكم. جريمتنا؟ وما أدراك أنت بذلك؟ ستعرف ذلك متما رجعنا إلى البيت. أواثق بأنك سترجع إلى البيت؟ لا أنزهك عن ذلك، فلقد تلطخت أيديكم بدماء أخيكم الأصغر، ولن تتورعوا عن تلطيخها بدم أخيكم الثاني، ثم الثالث والرابع، وفي نهاية المطاف بدم أبيكم. أنت تتكلم بطريقة توحي كأنك لم تكن شريكا لنا في كل شيء. عندما نرجع حدث أبانا عن الذي أشار علينا كي نسرق يوسف من أبيه.
يوسف لا يزال حيا، سمعت صوتا من الأسفل. يوسف 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 يوسف. لاوي، هذا أنت؟ أجل، لماذا لم ترد على النداء؟ كنت نائما. ماذا تفعل؟ أصبحت جليسا للحشرات. هل سببت لك الأذى؟ أنت بخير؟ أجل، أنا بخير، لكنني جائعا قليلا. خذ، جلبت لك شيئا من الطعام. أخبرني عن حال أبي. ليس بخير، لقد فوض أمره إلى الله، لكنه ليس على ما يرام. أدعو لي كي يلهمني الله الصبر. أنا لا أعرف كيف سأصبر على نهر فراق والدي. لم يسبق لي أن فارقته هذه المدة. حفظ الله تعالى نبيه يعقوب. يا للأسف، أخفقنا في العثور على أي أثر ليوسف. ليس في كنعان وجوارها، وإلا لعثرنا عليه. أسأل الله أن يجزيكم خيرا، لقد بلغتم في البحث عن يوسف وذهبتم أبعد مما كنت أرجو. أدعو الله تعالى فعسى أن يعيد ولدي يوسف إليه. رجع الأوفات، أما يوسف فلم يرجع. لم يرجع أخي. ألن يعود إلينا؟ إذا شاء الله سيرجع إلينا. لا يسعنا سوى أن نتحلى بالصبر وأن ننتظر. اللهم يا رب أعن نبيك يعقوب. اللهم يا رب هو
تهون عليه مصابة، فهو لا طاقة له على فراق يوسف.